سي صاحبي اليوم قاعدين نشوفوا في تتالي الحركات الاحتجاجيه قاعدين نشوفوا في احتجاجات خاصه على التعيينات في قطاع الاعلام من موقعك معناها كان في المجلس التاسيسي كرئيس كنت حركه النهضه كيفاش تشوف الحركه ذاك كيفاش تقيمها؟ والله في البدايه هناك فراغ قانوني باعتبار الهيئه العليا اللي وضعت بمرسوم من عهد الباجي تحلت يعني هناك فراغ قانوني في القانون المؤقت المنظم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العموميه المسؤولية تعود إلى رئاسة الحكومة. يعني الآن في ظل هذا الفراغ تتصرف رئاسة الحكومة. إلى أن هذه مسؤولية مجلس الوطني التأسيسي وكل أعضاء مجلس الوطني التأسيسي لإيجاد هيئة مستقلة تشرف على هذا القطاع، وهذا مطلوب المجلس في أقرب وقت أنه يوضع هذه اللجنة لتنظيم هذا القطاع. سي صاحبي هي التجاذبات صايرة ما بين الحكومة من جهة والصحفيين من جهة ونعرفوا العباد الكل اللي المجلس التأسيسي هو أعلى سلطة اليوم في البلاد معناتها خاصة كسلطة تأسيسية، علاش ما يدخلش المجلس التأسيسي لإيجاد حلول وسطية توفيقية؟ هو قريبا سيتدخل بإيجاد هذه الهيئة المستقلة وينظم هذا القطاع، ولكن بيدو النقابة والأطراف المعنية بالإعلام وعلى رسم النقابة يلزم يحددون يعني قائمة سوداء طلبنا بها منذ أشهر. أنا قعدت مع نجيبة في معناها برنامج تلفزي وطلبنا بهذه القائمة السوداء، أعطونا أخي الإعلام لماذا ما وقعش إصلاح ما وقعش تطهير؟ النقابة هي أول جهة تقدم القائمة هذه، النقابة مناضلة ماهيش مناشدة ماهيش مع بن علي وقفت مع الثورة، يعطينا القائمة نتاع المناشدين ونتاع اللي كانوا مع بن علي وتو مازلنا نشوفوهم في التلفزة، ما مش معقول الإعلام مش محايد ما نكون بوضوح. احنا مع حرية الإعلام، وصحيح كنت تحرك النهضة طلبنا داخل المجلس بحرية الإعلام، واحنا باش نكونوا ديما مع حرية الإعلام، احنا اضطهدنا من طرف الإعلام في عهد بن علي، مش ممكن احنا نقف ضد حرية الإعلام، سواء كنا في السلطة ولا في المعارضة ولا يعني مش ممكن السلطة لا تدوم لأي جهة، راهي ثم تداول على السلطة، تداول سلمي على السلطة، يعني احنا عندما ننظر لإعلام مستقل وحر وشفاف ومهني وحرفي سواء كان احنا لصالحنا ولا احنا اليوم في السلطه لكن بعد مده موارد ما يكون السلطه انتخابات قريبه يعني يخطئ من يظن ان حركه النهضه بحكم ان في السلطه ستكون ضد حريه الاعلام هذا خلل وانا كرئيس كتله داخل حركه النهضه داخل المجلس التاسيسي ساقاوم اي مشروع يمس ينال من حريه الصحافه وحريه الاعلام ونحن مع حريه الاعلام ومع الشفافيه كذلك ومع الحرفي والمهني والموضوعي والامام النقل الموضوعي، لكن نحب نقول الاعلام الان يبدو انه طرف سياسي. انا نحبه اعلام محايد. كي يولي حزب سياسي ما عادش اعلام مستقل، وقت تشوف الاذاعات وبعض الاذاعات وبعض التلفزيونات القنوات ماهيش موضوعي بكل صراحه، سواء كان انا تو في السلطه في المعارضه. نطالب باعلام مستقل وشفاف ومناظم وحرفي ومهني بعيد على الانحياز. ما تحولش حزب سياسي وشكرا. سي صاحبي نحب نختم معاك فيما يتعلق بالقائمات السوداء، الحكومه في وقت من الاوقات كانت عبرت على انه ضد القائمات السوداء فيما يتعلق بعوين وزاره الداخليه مثلا، عليه الحكومه اليوم مع القائمات السوداء فيما يتعلق بالاعلام. الاعلام عنده خصوصيه، الاعلام سلطه. راهو الامن موظف. الاعلام سلطه. ماهوش مجرد مهنه ومجرد وظيفه، راهي سلطه داخل المجتمع تبني الراي العام. يعني ما ينبغي ان يكون الوضع في واد والاعلام في واد. احنا طالبين موضوعيه مش انحياز، ما نحبوش اعلام حكومي ولا رئاسي ولا تابع لاي حزب. انتهى هذا العهد انتهى، الثوره حسمت مع هذا، والاعلام مازال ما حسمش في اتجاه الموضوعيه. الاعلام مازال ما نحبوش موالي للسلطه، ولكن ما نحبوش معادي، اما الاعلام موضوعي يا اخي وانقل الحقيقه بكل تجرد، اما ان يتحول الاعلام الى حزب سياسي في البلاد كما تو هذا مرفوض. وانا كرئيس كنت حركة سأناضل فليعلم الجميع لتمكين الاعلام من حريه التعبير بدون عوائق وبدون الا طبعا الميثاق الاخلاقي بين صحفيين وضميرهم واخلاق المجتمع.